يا فندم قول. اتفضل يا استاذ اسامه. ايه الاخبار؟ النتيجه ايه؟ الحمد لله ربنا يبارك لك يا استاذ اسامه. انت كنت واقف معانا ومع المظلومين، واقف معانا ما كانش حد واقف معانا. ربنا ينصرك، ربنا ينصرك كمان وكمان. الله يكرمك. مهما دعينا والله العظيم ما هنوفي جمايلك. انت الوحيد اللي كنت واقف معانا وكنت مادد ايدينا والله العظيم ومادد ايدك لينا. الحمد لله ربنا يبارك لك. يعني الحمد لله، نقول مبروك يعني. الحمد لله ربنا يبارك لك يا استاذ اسامه، ما ينحرمش منك ابدا. وعقبال بقى اللي جاي بقى ان شاء الله. انا مريضه وربنا سمع مننا، ربنا يبارك لك. يعني عاوز بقى الكانسر يتقضى على الكانسر بقى. الحمد لله الحمد لله، انا عمال اقول يا رب يفتح عليا ما يكنسلش. لا والله، يعني انا عاوزك بقى بصي تقضي على المرض اللي عندي، يبقى نجحنا هنا في الدنيا وننجح كمان في المرض كمان. ده ابني، انا معايا ولدين بس يا استاذ اسامه، واحد في سنه 6 رايح 6، وده عمري كله كريم، ده الكبير بتاعي. ده كان السنه اللي فاتت؟ ايه اللي كان عايز، كان السنه اللي فاتت ثانويه عامه وعادها عشان ماده ودخل دور تاني. وانا والله العظيم الحمد لله، وانا بشكرك على الكلام الجميل ده. الحمد لله يا استاذ اسامه والله العظيم. لو في بص يعني اقول لك ايه، مع الغلابه كنت مع الغلابه، ربنا يبارك لك. الله يكرمك. ابدا يا استاذ اسامه، شكرا ليك، شكرا ليك. تستاهل كل خير، تستاهل كل خير، ربنا يبارك لك، ما يوقعك في دقيقه ابدا. الله يكرمك، الله يكرمك، ربنا يسترك، ربنا يسترك يا رب. الله يكرمك يا رب. مع الف سلامه، مع الف سلامه.